السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله بنسوي لكم خفايف صحية. نبتدي بالآلو أو البطاطس، نقصصهم شرائح ضعيفة أو رقيقة. نصب عليه زيت زيتون، ملح وفلفل أحمر أو أي بهار ثاني تحبونه. نخلطهم زين وبعدين نرصهم في صينية الفرن. ندهن الصينية، بعد ما نرصهم ندخلهم في الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية لمدة 30-40 دقيقة أو لين يصير مقرمش. احنا بنسوي أوراق اللفت أو الكيل. أنا شلت الغصن لأنها يابس. نقصهم أحجام متوسطة نفس هذه، نرشها بزيت الزيتون، ملح، أوريغانو وكزبرة مجففة أو أي بهار ثاني أنتوا تحبونه. نخلطهم زين وندخلهم الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية لما يصير مقرمش. آخر شيء بنسوي الشمندر، نقصصهم شرائح رجيجة ونصب عليه زيت الزيتون. نحط ملح وفلفل أسود ومسحوق الثوم أو أي بهار أنتوا تحبونه. نخلطهم زين ونصفهم في صينية الفرن، ندهن الصينية وندخل الفرن على 150 درجة مئوية لما يصير مقرمش. وبها طريقة جهاز عندنا. أتمنى تجربونه وتشاركوني رأيكم. شكرا لمتابعتكم، لا تنسون اللايك. مع السلامة.